أهلا وسهلا بكم مشاهدين في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، ناشطون السلاح المنفلت والمال السياسي ينهيان أمل التغيير في الانتخابات المقبلة. وفي صحيفة الزمان، خبراء جهات دولية تحاول إثارة الشكوك بشأن سينوفارم الصينية. في القدس العربي، نائب كردي تعرضت لأكثر من 10 طعنات بالسكاكين بعد حديثي عن الفساد. وفي العربي 21، إدارة بايدن تريد العمل مع تركيا بسوريا لتحقيق المصالح المشتركة. في العرب اللندنية، توافق وادي النيل يضيق الخناق على إثيوبيا. في العرب الجديد، قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق. أخيرا في الجارديان، دراسة تكشف عن إدمان الهواتف الذكية بين طلاب الجامعات وأثره على نومهم وصحتهم العقلية. لماذا الميثاق الوطني العراقي؟ مقال للكاتب مكي نزال في صحيفة الميثاق الوطني. نحتفل بالذكرى الثانية لإعلان الميثاق الوطني العراقي، وكلنا أمل بالله أن يوفقنا لإنقاذ العراق من براثن الجريمة والفساد، وأن يعود العراق لأهله حرا شامخا معطاء آمنا موحدا رائدا في مجالات التطور والتقدم. فصائل المقاومة والمجابهة لم تتوقف عن التنسيق ومحاولة توحيد الصفوف، فكانت لها اجتماعات واتصالات للتنسيق ولو في حده الأدنى وبما تسمح به الظروف. وظل الأمل يختلج في صدور القيادات والشخصيات الوطنية لإيجاد صيغة تكون بمثابة القيادة الموحدة للقوى العراقية المجابهة للاحتلال ومشاريعه التدميرية وتابعيه من المجرمين والفاسدين. أطلقت الجماهير نداءاتها المدوية مطالبة القوى الوطنية لتوحيد صفوفها والعمل على خلق جبهة موحدة يكون فعلها بارزاً وصوتها مسموعاً. وسمعت التشكيلات الوطنية هذه النداءات والمطالبات فاهتمت بها، بالرغم من أن الفرص ضئيلة بسبب تفرق هذه القوى في بلدان المنافي، ولأن حكومات معظم هذه البلدان تتفادى الوقوع في إشكالات مع أمريكا إن سمحت بقيام مشاريع وطنية عراقية على أراضيها، فإن هذه الحكومات تطلب من أصحاب هذه المشاريع أن يؤجلوها لحين توفر وضع إيجابي يسمح بها. ومع كل ما تقدم، فإن هيئات ومجموعات المعارضة العراقية تمكنت من إيجاد صيغة تسمح بانبثاق ميثاق جديد يكون جامعاً وعابراً للحدود، ليضم تحت خيمته المعنيين داخل العراق وخارجه. وشرط المشاركة الوحيد هو أن يكون المتقدمون من الرافضين للاحتلال ومشاريعه التي يأتي على رأسها مشروع العملية السياسية البائسة ودستورها السقيم. يقول الكاتب: نستذكر اليوم توقيع الميثاق الوطني العراقي في ذكراه الثانية، ونحيي جهود مؤسسيه وجنوده المجهولين في داخل الوطن وخارجه، والذين كان لجهودهم للم الشمل أبلغ الأثر في إنجاح المشروع واستمراره. اللجنة العليا للميثاق أثبتت وجودها على الساحة السياسية ونشطت في الاتصال مع القوى الداخلية، كما بادرت بالاتصال مع دول الإقليم والعالم ومع منظمات دولية وجهات وشخصيات فاعلة ومؤثرة في الشأن العراقي. كل ذلك محاولات كبح جماح المجرمين والمفسدين، وكذلك لطرح حلول للقضية العراقية ولمشاكل الفرد العراقي الذي يعيش حالة من البؤس لم تحصل في تاريخ هذا البلد العريق والغني بثرواته. عن مرتكزات الميثاق الوطني العراقي كتب وليد الزبيدي وجاء في المقال:
يتفرد الميثاق الوطني العراقي باعتماد مجموعة مرتكزات ترسم المسار السليم للعمل الوطني في العراق وتضع خارطة تفصيلية لكل مرحلة، وبما يضمن تكامل المشروع في ظرف صعب وحرج يعيشه البلد. تقف مرتكزات الميثاق الوطني العراقي على أرضية صلبة ورصينة، خاصة بعد فشل الطبقة السياسية الحالية وظهور جميع عوراتها أمام الشعب العراقي، لدرجة أن هذه الطبقة وخلال ما يقرب من عقدين من الزمن وبثروة هائلة دخلت ميزانيات الدولة وبما يقرب من 2000 مليار دولار، إلا أن الأمر الوحيد الذي فعلته هذه الطبقة يتمحور حول السرقات المخيفة والتخريب الممنهج والعمل على تفتيت البنية المجتمعية والارتباط الواسع بقوى ودول إقليمية ودولية، وأن كل ذلك قد أعطى زخماً من القوة والدعم للمشروع الذي يرفض كل تلك الممارسات والسلوكيات، وقد تناغم ذلك مع مطالب الشارع العراقي المنتفض منذ ما يقرب من سنة ونصف ضد هذه الطبقة وسلوكياتها وسرقاتها. وفي الوقت نفسه يتضح للجميع التطابق التام بين مبادئ الميثاق الوطني العراقي الذي انبثق قبل انطلاق احتجاجات تشرين وشعارات المحتجين والمعتصمين، ما يؤكد دقة وصواب منهج ومبادئ الميثاق. ورغم اضطراب الأوضاع في العراق، إلا أن الشارع الرافض للطبقة السياسية وممارساتها سيستقبل الطروحات الوطنية ويتفاعل معها لضمان إنقاذ البلد والانتقال إلى مرحلة مختلفة تماماً عن الواقع الحالي المزري. وتشير القراءة الدقيقة لمبادئ الميثاق إلى وضوح الصورة والابتعاد عن الضبابية، فهذا المرتكز الأهم في أي مشروع سواء كان في زمن السلم أو الحرب، ويزداد أهمية في زمن يسود فيه القلق والاضطراب، وحرص القائمين على المشروع باعتماد صياغات دقيقة في المفردات والمعاني، منطلقين من وضوح الصورة الجمعية للعراق بكل تناقضاتها، رغم محاولات البعض بالتشويش ونشر الفوضى والضبابية. يبدو أن الضربة الأمريكية الأولى في عهد الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط والتي استهدفت ميليشيات عراقية داخل سوريا ستبقى مثار تحليلات وفرضيات كثيرة، ليس لأنها الأولى ولكن لأن الهدف والمكان يثيران الشهية لتساؤلات عديدة تحاول أن تجد لها إجابات شافية لهذه الضربة التي استهدفت ميليشيا حزب الله العراقي. عن طبيعة الرد الأمريكي كتب إياد الليمي في صحيفة العرب الجديد. عدم العجلة الأمريكية في التعامل مع إيران هو أحد الأسباب التي دفعت واشنطن إلى اختيار مكان للرد على الميليشيات الإيرانية، فكانت سوريا مكانا للرد. صحيح أن لإيران مصالح في سوريا وميليشيات مسلحة، إلا أنها تبقى محكومة بالحامل الأول روسيا المتفاهمة مع تل أبيب على استهداف تلك الميليشيات من وقت لآخر، بينما الحال في العراق مختلف، فإيران لا ترى العراق إلا جزءا من حدودها، وهي لا تتردد في التصريح بذلك، حتى وصل الحال بالسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي إلى أن يطلب علنا من تركيا الكف عن التدخل في الشأن العراقي. دخل بايدن العراق من بوابة سوريا لدعم حكومة مصطفى الكاظمي وعدم إحراجها، خصوصا أنها هي التي قدمت لواشنطن المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ العملية. فهل سيكون بايدن أكثر دعما لحكومة بغداد ليتخذ منها حائط الصد الأول لمواجهة نفوذ إيران المتزايد؟ وهل تقوى حكومة الكاظمي أو من سيأتي بعده على القيام بمثل هذا الدور؟ مثل استهداف قاعدة حرير في أربيل ومحيط السفارة الأمريكية في بغداد أول تحد للإدارة الأمريكية الجديدة،
فهي على الرغم من موقفها المعلن بأهمية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلا أنها لا تريد أيضاً أن تظهر كأنها ضعيفة أمام إيران وميليشياتها التي تسيطر على العراق. بايدن والميليشيات العراقية، محاولة فهم طبيعة النزال الأول، مقال للكاتب مثنى عبد الله نشرته صحيفة القدس العربية. ما يظهر للعلن أنه على الرغم من أن سياسة بايدن تجاه إيران تتلمس ردود أفعال محسوبة ردا على الاستهدافات الأخيرة للمصالح الأمريكية في العراق من قبل المجموعات التابعة لها، كما شهدنا في الضربة الأخيرة، وكذلك بالتمسك بإجراء محادثات معها في الشأن النووي، فإنه يبدو واضحا أن توجه طهران تصعيدي تجاه واشنطن وحلفائها في المنطقة. هذا السلوك الإيراني مرده إلى أن صانع القرار في طهران يرى أنه على الرغم من أن بايدن كانت من ضمن شعاراته الانتخابية العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، لكنه حال دخوله البيت الأبيض اعتمد سياسة أكثر صرامة مع طهران، وأبقى على العقوبات الأمريكية بجميع أشكالها حتى تلك التي لا تحتاج إلى إجراءات طويلة. يبدو واضحاً أن إيران تحاول ومنذ وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض توسيع رقعة مناوراتها لوضعها ورقة ضغط للاستفادة منها سياسياً في حال إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي. ويتضح أن واشنطن تعلم جيداً هذه المحاولة، لذلك أرادت تحقيق عدة أهداف من الضربة الجوية. أولها توجيه رسالة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة تفهم الغرض من إطلاق الصواريخ على القواعد الأمريكية والسفارة في بغداد. وفي الشأن ذاته، كتب نزار السهلي في موقع عربي 21 مقالاً تحت عنوان الضربة الأمريكية على سوريا الحضور الباهت، وجاء فيه: منذ تحويل النظام السوري الجغرافيا السورية لصندوق بريد يسمح بتلقي كل رسائل العدوان على الأرض والبشر والحجر، كثرت العناوين والتفاصيل المؤدية لشرح ما يقرأ خلف دخان القنابل. التموضع الإيراني في سوريا أو تمدد نفوذها في المنطقة لم يتم بالخفاء بعيداً عن مصالح مرسلي الرسائل في صندوق بريد الأسد والجغرافيا السورية، فقواعد الاحتلال المختلفة تتصارع على اقتسام غنائم قدمت لمحتل روسي وإيراني، كما قدمت من قبل للإسرائيلي في هضبة الجولان منذ أكثر من نصف قرن. الثمن المعروف في حده الأعلى تنديد بالعدوان طالما يكمل مهمة الأسد دون المساس بوظيفته، والسيادة مفهومها بالحدود المتاحة للنظام السيطرة على المجتمع السوري. أما بالنسبة لتزاحم الغارات والضربات فلا مشكلة معها مطلقا، فهي تؤمن الدعاية والتبرير للأطراف التي تقدم نفسها ضحية الاستهداف واختراق سيادتها. التنديد الروسي بالضربة الأمريكية والحرص على السيادة يعني سيطرة الأسد بقوة موسكو التدميرية على الأرض، وبقاء قواعد احتلالها العسكري والاقتصادي المربوطة مع بقاء الأسد ونجاته. وبالنسبة لطهران تعني تأمين مجال المصالح والتفاوض بملفها النووي والصاروخي مع الولايات المتحدة وتغليفها بشعارات فلسطين وغيرها. والتمدد الإيراني بالنسبة للإدارة الأمريكية ورقة ابتزاز وتفاوض على أوضاع المنطقة وللإمساك بخيوط لعبة تدمي المجتمع السوري ومجتمعات عربية أخرى. تبدو شمولية الغارات من حيث وصولها لأي بقعة جغرافية أو من حيث التنسيق الواضح بين قوى العدوان المختلفة روسية وأمريكية وإسرائيلية أو إيرانية وأسدية وتركية وبريطانية وفرنسية،
توضيحاً للأدوار المكملة لبعضها البعض في تدمير وتبديل قوة وحقوق السوريين أرضاً وشعباً. ألا تزيد الغارة الأمريكية على مواقع ميليشيا إيران سوى إضافة سمة منجوجة عن تبرير الضربة الأمريكية بتحذير طهران من التمادي والتمركز في العمق السوري؟ كثر هم من يتساءلون عن موعد رحيل هذه الجائحة التي ألمت بنا وضيقت علينا سبل العيش وباعدت بين الأهل والأحبة والأصدقاء. وهل ثمة نور بأيدينا؟ وهل ثمة نور يأتينا من نهاية هذا النفق المظلم الذي عالقنا فيه منذ أكثر من عام؟ وهل ستعود الحياة إلى طبيعتها أم سنبقى أسرى هذه الجائحة ورهنا للتغيرات التي فرضتها علينا وما تزال؟ جاء ذلك في مقال للكاتب عاصم منصور نشرته صحيفة الغد الأردنية. يرجح العلماء أن سرعة انتهاء هذه الجائحة تعتمد في الدرجة الأولى على تكوين مناعة مجتمعية، إما عن طريق الإصابة بالفيروس أو بتلقي المطعوم. وحتى تتحقق هذه المناعة المجتمعية فإن الأمر يتطلب تطعيم ما لا يقل عن 60% من المواطنين، وللأسف فإن هذا المطلب لا يزال هدفاً بعيد المنال في كثير من الدول وخاصة الفقيرة منها. وبعض العلماء يفترضون بأن الإنسان سيتعرض لهذا الفيروس في مراحل عمرية مبكرة في المستقبل، وتحديداً في فترة الطفولة، بحيث يتكون لدى الأجهزة المناعية للمصابين بالفيروس ملف مبكر عنه تحتفظ به الذاكرة، وهذه بدورها حتى لو ضعفت مع الوقت ستبقى تحتفظ بذكرى شاحبة عن هذا الفيروس تساعدها في التعرف إليه حال عودته، وبالتالي مقاومته وإبطال مفعوله والتقليل من آثاره. يظهر العلماء تفاؤلاً حذراً في القدرة على القضاء على هذه الجائحة، وهذا التفاؤل مشروط بعوامل معظمها بين أيدينا، لكن إلى أن يحين ذلك الوقت ليس في وسعنا إلا الالتزام بوضع الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والحصول على المطعوم فور توافره. عادت الاحتجاجات إلى شوارع المدن اللبنانية مع تفاقم الأزمة المعيشية، زادها تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، حيث لامس سعر صرف الدولار عتبة 10,000 ليرة لبنانية للمرة الأولى، وقطع محتجون عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في معظم المناطق اللبنانية. وأفاد موقع التنظيم المروري التابع لقوى الأمن الداخلي بأن عدداً من الشبان قطعوا عدة طرق داخل العاصمة بيروت يتركز معظمها على مداخل الضاحية الجنوبية، وأقفل المحتجون ساحة النور في طرابلس وطرقات رئيسة بالإطارات المشتعلة. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.